احنا يا جماعة مدركين جدا الصورة السخيفة اللي الناس بتصورها بالنسبة للمصريين اللي بيعيشوا في الغرب عموما وبالذات اللي عايشين في امريكا. المصريين اللي عايشين في السعودية واللي عايشين في الكويت واللي عايشين في بنجلاديش والحاجات دي طبعا خارج هذا المقصود. المسألة دي يا جماعة أنا متصور إن في ناس كتير عندهم شيء من الفطنة فاهمينها. أنظمة الحكم الرجعية مش عايزة الجمهور المصري يقترب من الغرب أو يشوف الغرب أو يحس بالغرب، وبتعمل فاصل بينه. ليه؟ لأن الغرب مجتمع مفتوح، لأنك لو رحت وشفت الديمقراطية معناها إيه، وشفت حرية الفرد معناها إيه، وشفت احترام حقوق الإنسان معناها إيه، وشفت حقوقك تحصل عليها ازاي انت كفرد، هتقول عايز من ده. فهو مش عايزك تقول عايز من ده غير مطلوب. وده انا ما اقصدش فقط على المستوى السياسي، انا اقصد ايضا وهو الاهم المستوى الاعمق وهو المستوى الثقافي. هو عايز يعزل زي سياسة الدولة العثمانية بالظبط. هذه يعني المسألة دي امتداد لسياسة العثمانيين. كانت الدولة العثمانية دولة اوروبية واسيوية وافريقية، وفي نفس الوقت عزلت المنطقة الإسلامية تماما عن التطورات الغربية. لا شفنا ثورة صناعية ولا شفنا عصر نهضة ولا شفنا عصر ابتكارات ولا شفنا الكلام الفارغ ده كله لما صحينا على جماعة الفرنساويين في أواخر القرن ال 19 18. نفس السياسة شغالة دلوقتي. أدي أول نقطة أحب أقولها يعني في هذا الموضوع. النقطة الثانية إنه إحنا مش خواجات، يعني بالذات الجماعه اللي في امريكا، لان امريكا انت تسمعه بيقول لك الميلتنج بوت، الوعاء اللي بيصهر الجنسيات وبتاع. الاجيال بتاعتنا قد تتعجبوا تماما يعني انه جزء كبير من الناس دولت هو بيبص لامريكا على انها حته نظيفه بيعمل منها فلوس اكتر، ويخسر الفرصه ان هو يستفيد من وجوده في ثقافه وحضاره متقدمه باسم اي شيء بقى. احد النساء يعني عبرت عن هذا يعني الموقف بطريقه واضحه جدا، قالت لي على اولادها احنا مسلسلينهم وبتفخر بهذا. انك مسلسلهم يعني بتحطه في نفس الاطار لا يتفاعل مع الحضاره الغربيه خالص. قارن ده بقى باللي اليهود بيعملوه عشان ما تقولوليش اسرائيل ومش اسرائيل. احنا اللي بنخدم اسرائيل ببلاش. الاسرائيل بتستفيد من اليهود الامريكي، بيجيب لها معلومات وبيشتغل في المخابرات الامريكيه وبيشتغل في البحريه وبيشتغل في الجيش وبيشتغل في الصحافه وفي السينما وبيخدم اسرائيل بكل هذا الكلام. ولما بتحصل حروب ما بين اسرائيل والعرب، اسرائيل بتقبل اليهود العسكريين يروحوا يخدموا في الجيش الاسرائيلي. قارن ده بالموقف الغريب جدا اللي حصل من حوالي شهرين، انه في بنت من اصل مصري شكلها تحت المتوسط، بالذوق المصري شكلها تحت المتوسط، فطلعوها الامريكان ملكة جمال، حاجة اقليمية يعني مش فاكر الولاية ايه، ولها اسم بنت ابو فاشا او حفيدها حفيدة ابو فاشا. قعدوا يشتموا فيها شتيمة المصريين، ودي خدامة ومنظر خدامين، لا دي كوسة. كوسة ايه يا جماعة؟ ثقافة الشكل عموما يعني. لا مش دي النقطة، النقطة انه انت اولا قال لك ان عشان بشتغل في البحريه الامريكيه تبقى بنت كلب وقله الادب وسافله وبتاع. دي كنز لك لو احنا يعني شويه نفتح مخنا. لو احنا اولادنا دخلوا في الحياه الامريكيه هيخدمونا يا جماعه، مش هيبقوا عملاء ولا نيل. عملاء ايه؟ انتوا اكبر نسبه من العملاء عندكم هنا. هو محتاج ان هو يجند المصري هناك في امريكا عشان يعملوا عميل. ده هو عندك عارف عنك كل حاجه، سواء هو او الاسرائيلي، فهو مش محتاج ان هو يجند المصري هناك. النقطه الثالثه بقى اللي احب اختم بيها، يعني انا مش عارف نتغلب على العمليه دي ازاي، بس دي عايزه وقت وعايزه مجهود. كل واحد في حضراتكم يقدر يفهم هذه القضيه يقولها. انا بحاول يعني اي وسائل اعلام، اي طريقه، اي محاضرات، اي بتاع، ان انا انشر هذا الكلام. اللي بيحصل احنا بنهدر كنز. هذا الكنز يتمثل في اجيال مصريه، بلاش الجيل بتاعي، الاجيال بتاعت اولادنا. دول بيخرجوا متعلمين تمام التمام وعايشين في مجتمع متقدم وعايزين يبقى ولائهم لمصر. لما نعمل الاجيال دي يبقى ولائها لمصر، هيبقى اللوبي بتاعنا
طبيعي من غير ما نصرف عليه ولا نهي الحاجة هيبقى قوة وسند لنا. فقط احنا عايزين نتخلى عن عقدة ان احنا حابين تخلفنا. احنا ناس رافضين نخش العالم الحديث، رافضين الحداثة باسم التراث، كأن لابد ان نكون متخلفين حتى نكون خاضعين للتراث. وانا اختم بكده وشكرا.